وربنا كان ساترني دايما. كنت في برنامج مع الممثل الجميل محترم أشرف عبد الباقي، وقال انه فتحي يتقدم لبنات الفنان احمد زاهر، وادى رياكشن كده انه مش مبسوط. لا ما حصلش حاجه زي كده. الفيديو موجود. فتحي على عنده 21 سنه هو كان بيقولها بهزار، بس احمد زاهر خدها من غير هزار. دي ثالث سنه. كان يوم عيد ميلادي، كان يوم عيد ميلادي احنا عارفين. لا ما هو الفيديو نزل ان الفنان احمد زاهر يستغرب واستاء، واحنا عندنا البيت. علشان هم صغيرين قد كده وابني صغير قد كده 17 سنه هيتقدم لبنات احمد. موافق يا احمد؟ احمد حبيبي ومراته حبيبتي، واحنا وانت قلتي كده في الفيديو على فكره، اصدقاء وحاضره فرحهم، اصدقاء من قبل ما يتجوزوا. يعني نعرف بعض واحنا كده اهو. وكنت انا مخطوبه لجوزي. ما تبتوش يعني بتفرجي على الحلقه ما اتضايقتيش؟ لا لا ليه هتضايق من ايه؟ هو ما قالش حاجه وانا ما قلتش حاجه. لانه ممكن يكون استغرب لانه ولاده كان لسه عاملين الفيلم مع تامر حسني. صغنطتين، اتنين صغنطتين. طيب يمكن هو استغرب وانا استغربت علشان هم صغنطتين وابني صغنطت 17 بس سنه. بس انت رديتي وقلتي له بناتك هم اللي هيتعبوا ابني، انا ابني علشان هم ما شاء. فتحي طيب جدا. انت قلتي انا ابني طيب جدا. طيب جدا ومتربي جدا. وهم كمان انت ازاي سبتيه؟ بنات احمد عندهم اب محترم وام محترمتين وعيلتين محترمتين تين تين تين. لا 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 احنا هنروح لو زعلانه هقول لك انا زعلانه. السؤال ما انت سالتيني على حاجه وانا كمان بس.